تعالوا بقى نروح لتقرير عن مواجهة الأهلي وفاركو واستئناف مشوار الدوري ونرجع نكمل كلامنا. من جديد يعود المارد الأحمر لبطولته المفضلة حامل لقبها والمتربع على عرشها ب43 مناسبة عندما يلتقي بفاركو يوم غد الجمعة ضمن مباراتهما المؤجلة من الجولة 11 من المسابقة. الجهاز الفني سيسعى جاهدا لوضع خطة مواجهة الغد لوضع الحلول الأمثل لتحقيق الانتصار في أولى خطوات الوصول لقمة الترتيب. المدرب مارسيل كولر وجهازه المعاون يواصلون دراسة خطة لعب المنافس للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى لاعبيه وطريقة لعبهم من أجل وضع التكتيك المناسب وتحفيظ اللاعبين واجباتهم وتكليفهم بمهامهم في إطار الخطة التي سيضعها سعيا لتحقيق نتيجة جيدة تلبي الطموحات، خاصة أنه لا مجال للتهاون في المباريات المقبلة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أي أخطاء قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل مبارياته القادمة لتجميع أكبر عدد من النقاط. كما اطمأن كولر على البرامج التأهيلية التي يخضع لها لاعبون المصابون للوقوف على جاهزية من استكمل برنامجه العلاجي منهم للزج في المواجهة المرتقبة، كما حصل كولر على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء مهمتهم مع منتخبنا الوطني.